الذكاء الاصطناعي وفقاعة الدوت كوم. هل تعود أشباح القرن الماضي؟ ما أشبه اليوم بالبارحة؟ فالطفرة التي تشهدها شركات الذكاء الاصطناعي وأسهمها وحالة الزخم التي تحظى بها تلك الشركات حول العالم تتشابه إلى حد كبير مع ما أحدثته شركات الإنترنت بين 1995 والعام 2000، وهو ما يعرف باسم فقاعة الإنترنت أو فقاعة الدوت كوم. تخيل لو أنك استثمرت $1,000 في إنفيديا، إحدى أهم شركات الذكاء الاصطناعي، فكم كنت ستجني الآن؟ $1,270 أرباحاً، زيادة على رأس مالك. فعام 2023 شهد طفرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت متاحة للعامة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ظهور منصة تشات جي بي تي، ما أثار موجة من عمليات الشراء في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. لكن لا ننسى أن الذكاء الاصطناعي موجود معنا بالفعل منذ سنوات من خلال ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الضيق، كما هو الحال في خرائط جوجل وسيري وغيرها من التقنيات. الآن يعود أكثر من نصف مكاسب أسواق الأسهم منذ بداية عام 2023 إلى أسهم الذكاء الاصطناعي، وأحد أهم الأمثلة على ذلك شركة ميتا، إذ قفزت أسهمها بأكثر من 100% هذا العام نتيجة لتغيير الشركة تركيزها من الميتافيرس إلى الذكاء الاصطناعي من بين أسباب أخرى. فماذا يحدث منذ بداية العام في شركات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم؟ في الأشهر الأولى من عام 2023 استثمر نحو $15.2 مليار في شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى العالم، جاء ثلثها من مايكروسوفت التي ضخت $10 مليارات في أوبن أي آي مطور تشات جي بي تي في يناير الماضي. وفي مايو 2023 أصبحت شركة إنفيديا الأمريكية المصنعة للرقائق الدقيقة المتقدمة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي الشركة السادسة في العالم التي تصل قيمتها السوقية إلى $1 تريليون، وارتفع سهمها بنسبة 207% منذ بداية العام. ومع الأموال التي تتدفق في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي، هل يخشى العالم سيناريو فقاعة الإنترنت؟ يقول مستثمرون إن الوضع يشبه إلى حد كبير فقاعة الدوت كوم، لكن مع كل فقاعة لابد من عواقب. ورغم اقتناع كثيرين بضرورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي حالياً، فإن بعض المستثمرين والأشخاص في الصناعة قلقون من تحول جنون التمويل إلى فقاعة. في أغسطس الماضي حذرت مورغان ستانلي، وهي إحدى كبرى المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، من أن الفقاعة في أسهم الذكاء الاصطناعي تقترب من ذروتها، مع ارتفاع أسهم شركة إنفيديا هذا العام بأكثر من 200%، كما ارتفع تقييم أوبن أي آي إلى $90 مليار خلال 9 أشهر. ولكن تختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأنها تقدم خدمات تساعدك على تطوير مهاراتك اليومية، وأهمها تشات جي بي تي، هو تطبيق محادثة باستخدام روبوت دردشة أو ما يسمى تشات بوت، يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة والمناقشة بطريقة تأخذ طابع النقاش الحقيقي التفاعلي. بارد، يتشابه بارد روبوت الدردشة المدعوم من شركة جوجل مع تشات جي بي تي باعتبارهما نموذجين لغويين يعملان على توليد المعلومات والبيانات من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر الدردشة. Perplexity AI، يعد Perplexity أيضاً محرك بحث محادثة قائماً على الدردشة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ يقدم إجابات لأسئلة المستخدمين عن طريق نماذج لغات البرمجة. دالي، هو نظام ذكاء اصطناعي يمكنه إنشاء صور ولوحات واقعية انطلاقاً من عمليات وصف تستخدم اللغات الطبيعية للبشر، أشرف عليها مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي الأمريكي OpenAI. وومبو دريم، يعد وومبو دريم من أنظمة الذكاء الاصطناعي السهلة التي يمكنها تحويل النص إلى صورة باستخدام اللغة المكتوبة. سوكراتيك،
أحد التطبيقات التعليمية التي تساعد الطلاب على أداء واجباتهم المدرسية من خلال توفير موارد تعليمية متعددة مثل مقاطع الفيديو والأسئلة والإجابات. ألسا تعتمد تقنية هذا التطبيق على البيانات الصوتية لمساعدة مستخدميه على تحسين نطق اللغة الإنجليزية. فوديوكيت يساعد التطبيق من خلال بيانات ومعلومات معتمدة على خسارة الوزن أو الحفاظ عليه، مع تقديم معلومات مفصلة وحديثة عن طرق التغذية المناسبة. مع كل هذه التطورات، دعونا نتذكر معاً قصة أزمة الإنترنت أو فقاعة الدوت كوم. هل تعلم أنه في منتصف التسعينيات كان يمكنك جني مليارات الدولارات من داخل غرفة نومك؟ هذه ليست مزحة، فجذور المشهد تعود إلى عام 1995، عندما ألهم ظهور وانتشار الإنترنت كثيراً من المستثمرين لإطلاق عديد من الشركات المعروفة باسم دوت كوم، ووصل الأمر بالشباب إلى تأسيس شركات من منازلهم ومن الجامعات لتقدم شتى أنواع الخدمات. هذه الشركات اقتصر وجودها على شبكة الإنترنت من خلال مواقعها الإلكترونية دون أن يكون لها مقرات، وافترض المستثمرون والشباب أن قيمتها ستبلغ مليارات الدولارات مع دخولها أسواق المال. ولتسريع النمو، حصل الشباب من مؤسسي شركات الإنترنت على قروض من البنوك لتمويل مشاريعهم، كما تجاهل عديد من المستثمرين بحماقة القواعد الأساسية للاستثمار في سوق الأوراق المالية، مثل تحليل نسب السعر إلى الربحية ودراسة اتجاهات السوق ومراجعة خطط الأعمال، وضخوا أموالاً طائلة في هذه الشركات إذ باتوا مشغولين بالأفكار الجديدة التي لم يثبت لاحقاً أن لديها إمكانات في السوق. ومع تدفق الأموال والإقبال على شراء الأسهم، ارتفعت القيم السوقية لهذه الشركات كثيراً في فترة زمنية قصيرة. بين 1995 ومطلع عام 2000، قفز مؤشر بورصة ناسداك 400%، قبل أن تبدأ الأسواق تشهد انخفاضاً حاداً في قيمة أسهم الشركات التقنية والإنترنت، بعد أن أدرك المستثمرون أن نماذج أعمال عديد من هذه الشركات غير قابلة للتطبيق. وبحلول نهاية عام 2000، شهدت بورصة ناسداك انخفاضاً بنسبة تزيد على 50%، وتبخرت 5 تريليونات دولار من القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة، مما سبب ركوداً اقتصادياً في عام 2001، وسط إفلاس عدد كبير من الشركات وخروجها من السوق. أما الشركات التقنية الأخرى التي نجت، فتعرضت لخسائر فادحة كذلك. لكن القصة التي انتهت بما يعرف بفقاعة الدوت كوم أو الإنترنت أصبحت الآن درساً من التاريخ يخشى البعض تكراره، مع الطفرة التي تشهدها شركات الذكاء الاصطناعي وأسهمها. وهنا نجد أنفسنا أمام السؤال الأهم: هل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي فقاعة جديدة؟